الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، واستجابة لرغبة أخي صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان نستضيف المملكة الدورة 39 للمجلس على المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويسعدني أن أبعث بأطيب تمنياتي لجلالة أخينا العزيز سلطان قابوس، سائل المولى عز وجل التوفيق والسداد لسلطنة عمان الشقيقة في رئاسة أعمال مجلس التعاون في الدورة الحالية. كما أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لأخي العزيز صاحب السمو الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيق على جهوده المباركة في رئاسة أعمال الدورة الماضية، والشكر موصول لمعالي الأمين العام ومنسوبي الأمانة على جهودهم في متابعة وتحضير أعمال المجلس. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، لقد قام مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والنماء والازدهار والرفاه لمواطني دول المجلس، فهم ثروتنا الأساسية وهم وبهم تتحقق الرؤية والآمال وبهم تحقق الرؤى والآمال. واثق أننا جميعا حريصون على المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره في الحاضر والمستقبل. لقد حفظ الله عز وجل دولنا بثروات بشرية وطبيعية وعزت دورها الحضاري في المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب منا جميعا تسخير طاقاتنا لخدمة شعوب المجلس والحفاظ على أمن واستقرار دولنا والمنطقة. إن منطقتنا تمر بتحديات وتهديدات لا تخفى عليكم، ولا زال القوى المتطرفة والإرهابية تهدد أمننا الخليجي والعربي المشترك، ولا يزال النظام الإيراني يواصل سياسته العدائية في رعاية تلك القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهذا يتطلب لجميعا الحفاظ على مكتسبات دولنا والعمل مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والإصرار على ضرورة تحقيق الضمانات الكاملة والكافية تجاه برنامج إيران النووي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، تواصل المملكة الدفاع عن قضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها، ونسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوق المشروعة، ما في ذلك إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتنشد المملكة المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليته باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين وللشعوب المحبة للسلام. لقد حرصت دول التحالف بضم الحكومة الشرعية في اليمن على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته وعمدت إلى العبث بأمنه واستقراره، كما عملت دول التحالف على إعادة العمل للشعب اليمني من خلال برنامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما تواصل دول التحالف دعم الجهود للوصول إلى حل سياسي الأزمة اليمنية وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل، وتدعو المملكة لحل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويسهم في قيام حكومة انتقالية
تضمن وحدة سوريا وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها، كما تحرص المملكة على بناء علاقات متينة واستراتيجية مع الشقيق العراق التي تشكل ركنا أساسيا من ضمن الأمن العربي. وفي الختام أجدد ترحيبي بكم جميعا في بلدكم الثاني، وأراجل المولى عز وجل أن يكرر أعمال هذه القمة بالنجاح ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.